والله انا زي ما قلت لك انا في قلبي حسره على بيتي، تعب سنين عمره كله راح يعني من اجل مش عارف ايش يعني. يعني انا بدي كمان عمر قد عمره عشان اقدر انا بس ارممه ومش بس ابنيه، لانه الوضع صعب بهالايام مش زي زمان. زمان كان واحد ممكن يقيم يحوش، اليوم في شيء دوبك عقد اكل وشرب. فيها جيفة جابوا لك تنزل قاعدة دمار، ما انت زي ما انت شايف هذا بتدعوا انه في دور مقاومه، هي دور مقاومه سليمه، لا فيها مقاومه ولا فيها اي حد، كل هذا دمار، كل اللي ليته هذا بسبب انه كل اللي رغم احنا عايشين في حصار، والحصار كل اللي ليته لا احنا شايفين لا اي حاجه بتخش لنا، لنا 7 سنين تحت حصار وقعدنا في حصار، وكل العالم لا في كهرباء ولا في ميه، وشايفين الدمار وكل اللي ليته كل ما هذا ما ولا الاولاد الصغار، هذا كل اللي كانت اطفال 107 تنفار بقوا موجودين في البيت هذا، وين بكره بدي اوف؟ جاي علينا موسم شتاء، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نيجي؟ خليش ناخذ الصاروخ. If you want. حرام يعني. انا مع المقاومه، فيش حدا ضد المقاومه، ولكن المقاومه من 8 سنين وتعال جاي واحنا بنرجع لورا، مجرد مواد اساسيه ما فيش في البلد، فهي مش هيك الوطنيه يعني. في ناس ابرياء قاعده بتموت، في ناس يعني ما حاش تاكل صارت تسرق، صحيح ولا يعني؟ هي اللي بصير في البلد، فيرى انه معيشه الانسان صعبه صارت. بس we want to live in peace. We are not a criminal. We are not soldiers. We don't kill any Israeli people. Why they kill us? They have children. They have civilian people. They live in peace. Let us to live in peace. My son said to me,